هذا ولفتت أجواء معرض البحرين الدولي للطيران أنظار الجماهير الذين توافدوا من مختلف الدول والفئات العمرية للاستمتاع بالعروض التي قدمتها مختلف الفرق المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران. وأشاد زوار معرض البحرين الدولي للطيران بالعروض المميزة التي قدمتها مختلف الفرق بتناغم ودقة، مؤكدين على أهمية المعرض للتعرف على كل ما يتعلق بمجال الطيران. عروض جوية خطفت أنظار الصغار والكبار، رسمتها مختلف الفرق المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران التي لونت سماء مملكة البحرين بلوحات فنية اتسمت بتناغم ودقة، وتنافست فيها الفرق على تقديم أفضل العروض باحترافية عالية. هذه العروض الجوية المميزة للطائرات قدمتها فرق استعراضية من عدة دول، وجدت من سماء المملكة فرصة لاستعراض إمكانياتها وأحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران، وتمزج هذه العروض بين اللوحات الاستعراضية والترويج للصناعات الدفاعية والعسكرية. حدث يشرف البحرين ونروي البحرين، نروي الناس كثر يعني ان البحرين مهتمه في التكنولوجيا الجديده حق الطيارات والامور اللي تخص جميع يخص اي شيء يخص الطيارات. فعلا صراحه يعني المعرض ما شاء الله يعني من احسن ما يكون. هذه مو اول مره لي، اول شيء زين، وانا اشتغل في نفس القطاع عشان كذي هذه زيارتي. فرصه حلوه ان احنا نجدد الزياره حق المعرض. ما شاء الله فيه تنوع كثير حق الأسلحة حق الطيارات. الحمد لله ترتيبات كلش حلوة والمكان حلو، وأنا جيت عشان نشوف ويا اليهال شلون التنظيم شلون صاير كل شيء. الحمد لله كل شيء صاير حلو، واليهال عجبهم استانسوا، يعني مو إنه بس حق الكبار، حق الجميع. الجمهور الذي كان حاضراً على مدى أيام المعرض أشاد بما تضمنه المعرض من فعاليات ساعدت على توسيع المدارك حول عالم الطيران، وخاصة بعد رؤية الطائرات العسكرية والتجارية المعروضة بتفاصيلها التقنية الدقيقة. كل شيء منظمينه وايد مرتب، وطبعاً اليوم آخر يوم حق الإير شو، وما تقصر مملكة البحرين موفرة كل شيء، وكل شيء مرتب ما شاء الله على الضباط والشرطيين والترتيب من برا ومن داخل، ووايد حلو. حبينا اليوم أنا وربعي نيي بما أنه هو آخر يوم، فأحس أن الفعاليات وايد بتكون زيادة وإن شاء الله نستونس بعد. من خلال ما أشوفه في المعرض أن قطاع الطيران فعلا قطاع واعد وفي وظائف متوفرة، بس النهاية غابت عنا، احنا ما كنا نعرفها. هاي المعرض قدم إلينا فرصة احنا نشوف هذا الشيء. التنظيم كان ممتاز ومشينا سالمين، يعني ما تأخرنا ما عطلونا، وشفنا الطيارات وما شاء الله يعني حتى الفورميشن مالهم ممتاز، كان واجد عجبني وما شاء الله التنظيم كان ممتاز اليوم. معرض البحرين الدولي للطيران استطاع على مدى سنواته في أن يجمع نخبة من الشركات العاملة في مجال الطيران والخدمات المرتبطة به، حتى بات محطة رئيسة لتعزيز المعرفة فيما يتعلق بشؤون الطيران.